السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتورة هبة فهيم، شهادة دين مدرس فيسيولوجي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المود أوف أوتونوميك أكشن. يعني إيه المود أوف أوتونوميك أكشن؟ يعني عايزين نفهم كده الأوتونوميك سيستم ده بيشتغل إزاي. زي ما هنعرف بعد شوية إن الأوتونوميك نيرفوس سيستم أو اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي عبارة عن قسمين مهمين جدا، سمباثيك وبارا سمباثيك. سمباثيك أوتونوميك نيرفوس سيستم وبارا سمباثيك اوتونوميك نيرفوس سيستم، وده ليه فانكشن وده ليه فانكشن. طب بيشتغلوا مع بعض ازاي؟ هل بيشتغلوا بالتبادل؟ بيشتغلوا في نفس الوقت عكس بعض؟ عايزين نفهم ازاي المود بتاع الاوتونوميك اكشن. هنشوف بقى كده بالتفصيل ان هو ساعات بيبقى الاثنين لهم بيشتغلوا بالتبادل، يعني لما يبقى ده شغال التاني ما يبقاش شغال، اللي هو بنسميه ريسيبروكال اكشن. ساعات بيبقى انتاجونيستيك اكشن يعني عكس بعض، كل واحد بيعمل اكشن عكس التاني. ساعات بيبقى كومبلمنتري اكشن يعني بيكملوا بعض. ساعات بيبقى سيم اكشن الاثنين بيعملوا نفس الحاجه بالظبط. ساعات بيبقى سنجل انرفيشن يعني ساعات الاورجن بيبقى رايح له سمباثيك بس او بارا سمباثيك بس مش الاثنين. اول حاجه ريسيبروكال اكشن. كلمه ريسيبروكال اكشن يعني الاثنين بيشتغلوا بالتبادل. بمعنى كده when one system is stimulated the other is inhibited، يعني لو واحد فيهم شغال التاني مش شغال في نفس الافكتور اورجان. هو نفس الافكتور اورجان رايح له سمباثيك وبارا سمباثيك، بس لما السمباثيك يشتغل يبقى البارا سمباثيك انهبتد، ولما البارا سمباثيك يشتغل يبقى السمباثيك انهبتد. مثال بيقول لك ان الهارت القلب مثلا بتاعنا دبل انرفيتد، رايح له الاثنين، رايح له سمباثيك وبارا سمباثيك. بس السمباثيك بيعمل ايه؟ ستيموليشن لكل الكارديك بروبرتس، بيزود الاكتيفيتي بتاعه القلب وينشطه. البارا سمباثيك العكس، بيعمل انهيبيشن لكل الكارديك بروبرتس، وبالتالي بديهي لو السمباثيك شغال مش هيبقى البارا سمباثيك شغال، وبالتالي يعمل ستيموليشن للهارت. ولكن لو البارا سمباثيك شغال السمباثيك ما يبقاش شغال واعمل سبريشن للهارت فانكشن او للكارديك بروبرتس. ده اول حاجه ان هما يكون لهم ريسيبروكال اكشن. تاني حاجه ان هما يكون لهم انتاجونيستك اكشن يعني عكس بعض، الاثنين عكس بعض. بنلاقي السمباثيك والباراسمباثيك لهم اوبزيت اكشن في نفس الافكتور اورجان في نفس المكان، بس ده تاثيره عكس ده. ازاي؟ يعني بيقول لك الجاسترونتستاينال تراكت مثلا انرفيت بسمباثيك وباراسمباثيك، بلاقي ان السمباثيك بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الجي اي تي، ولكن الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ بيزود الايفكويشن بتاع الجي اي تي. يبقى هما الاثنين التأثير بتاعهم عكس بعض في نفس الافكتور اول. مثال على الجي اي تي، رايحة سمباثيك ورايحة باراسمباثيك، لكن السمباثيك بيخلي الموتيلتي بتبدأ تقل بتاعة الجي اي تي فما يفضيش الجي اي تي. الباراسمباثيك بيزود الموتيلتي بتاعة الجي اي تي فابدأ افضي الكونتنت بتاعة الجي اي تي. تاني حاجة، تالت حاجة بقى عندي حاجة اسمها كومبلمنتري اكشن. كومبلمنتري يعني بيكملوا بعض. ازاي؟ الاكت اوف جريف اثناء الحزن يا جماعه، السمباثيك والباراسمباثيك بيشتغلوا عشان يكملوا بعض. ازاي؟ السمباثيك بيدي الانرجي للبرفورمانس، الطاقه اثناء الجريف ده السمباثيك اللي جايبها، لكن الويبنج ساين بقى اللي بتحصل ديت، الدموع ديت اللي بتحصل بيبقى مين اللي مطلعها؟ الباراسمباثيك. يبقى هما كملوا بعض، السمباثيك بدا ادالي انرجي للبرفورمانس بقى طاقه عندي عشان الجريف ده الشحتفه اللي بتحصل دي، والباراسمباثيك عمل ايه؟ الويبنج ساين، الدموع بقى اللي حصل دي. فلهم كومبلمنتري اكشن. مثال تاني الكومبلمنتري اكشن الكويتس. اثناء يا جماعه الكويتس الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمل الاريكشن بتاع الاريكتايل تيشو سواء البينس في الميل او الكلايتورس في الفيميل، وبيطلع السيمينال سيكريشن من السيمينال فيزيكلز، يطلع سيمينال سيكريشن. امال السمباثيك لا، هيكمل بقى بعد كده ان يحصل ايجاكوليشن ويحصل اورجازم. يبقى هو كومبلمنتري اكشن برضو في الكويتس، بارا سمباثيك عمل الاريكشن والسمباثيك عمل الايجاكوليشن والاورجازم، فده اسمه كومبلمنتري اكشن، هما الاثنين بيكملوا بعض. في بقى السيم اكشن، هما الاثنين بيعملوا نفس الاكشن بالظبط. بتلاقي السمباثيك والباراسمباثيك بيعملوا نفس الاكشن في بعض الاورجنز. ازاي؟ لو بصينا على السليفر جلاند اللي هي الغدد اللعابيه، بالنسبه للسليفر سكريشن هلاقيهم الاثنين بيعملوا سليفر سكريشن سواء باراسمباثيك او سمباثيك، ولكن
هو بس السكريشن اللي البرز المسدد بيطلعه بيبقى ووتري وبيبقى اكسسيف سكريشن مفهوش انزيمز كتيره، لكن السكريشن السمباثيك بيخليه يطلع من السليبر جلاند بيبقى الاماونت بتاعته قليله بس ريتش ان انزيم، فبيسموه تروفيك سكريشن. تروفيك سكريشن معنى كده ان انا هنا هو عملت السيم اكشن، هما الاثنين عملوا سكريشن. صحيح هو السكريشن بتاع البارس سمباثيك مختلف عن بتاع السمباثيك، بس الاثنين عملوا سليبر سكريشن، زودوا السليبر سكريشن، وبالتالي الاثنين لهم نفس الاكشن، ولكن البارس سمباثيك سكريشن بيبقى كتير مفهوش انزيمز كتير، سمباثيك لا بيبقى كميته قليله ومليان انزيم، حاجه بنسميها تروفيك سكريشن. طيب اخر حاجه بقى في المود اوف اكشن انه ممكن يبقى سنجل انرفيشن، يعني يبقى الاورجان ده رايح له حاجه واحده بس، يا سمباثيك يا باراسمباثيك. تمام، زي مثلا هيدينا امثله هي حاجات بيروح لها سمباثيك بس، زي الدايليتور بيوبيلاري ماسل اللي موجوده عندي في العين اللي هي بتوسع حدقه العين دي رايح لها سمباثيك بس. السكين يا جماعه على فكره شفتوا الجلد اللي مال جسمك ده بيروح له سمباثيك فقط، بالاوعيه الدمويه اللي فيه بلاد فيزلز. الريبتور بيلي ماسل، ماسل موجوده كده عارفين بتبقى قريبه من الهير اللي موجود على السكن، يعني مثلا الماسل دي بتعمل هير اريكشن، لو واحد خايف كده بس شعره يقف هو ده الريبتور بيلي ماسل هي اللي بتعمل الموضوع ده، رايح لها سمباثيك بس. والسويت جلاندز بقى اللي هي الغدد بتاعه العرق بيبقى رايح لها سمباثيك بس برضو. يبقى في السكن البلاد فيزلز والريبتور بيلي ماسل والسويت جلاندز رايح لهم سمباثيك بس. السكريتال بلود فيزز، البلود فيزز بتاعه السكريتال ماسل رايح لها برضو سمباثيك بس. الماميليان فينتريكل، عارفين ان الفينتريكل بتاع الهارت بيروح له سمباثيك بس، ودي حاجه هنعرفها بعدين لما ناخد وظايف السمباثيك والباراسمباثيك. يمكن انا قلت برضو من شويه كده ان السمباثيك بيعمل ستيموليشن للهارت بروبرتس والباراسمباثيك بيعمل سبريشن، ما ينفعش الباراسمباثيك يروح للفينتريكل يقوم مسيطر عليه عامل سبريشن ما يطلعش دم من القلب تموت في ساعتها، عشان حمايه كده ربنا سبحانه وتعالى عامل ان الفينتريكل بيروح له سمباثيك بس. السوبرا رينال مظله، السوبرا رينال جلاند دي جلاند موجوده فوق الكلى في الناحيتين، بيبقى لها جزء خارجي بنسميه سوبرا رينال كورتكس وجزء داخلي بنسميه سوبرا رينال مظله. السوبرا رينال مظله بيروح لها سمباثيك بس، وعلى فكره هي تعتبر يعني موديفايد جانجليا، هي نفسها هنعرف بعدين ان هي بيطلع منها نور ادرينالين وادرينالين اللي هم الكاتيكولامينز اللي هم اصلا نفس الترانسميتر بتاع السمباثيك نيرفس سيستم. لخص الكلام ان الخمس حاجات دول بيروح لهم سمباثيك بس، الدايليتور بيبيلاري ماسل والسكن بالبلاد فيزلز اللي فيه الريكتور بيلي ماسل السويت جلاندز سكريتال بلاد فيزلز الماميليان فينتركل والسوبرا رينال مظله. طيب ايه بقى الاستراكشرز اللي بيروح لها باراسمباثيك بس؟ اول حاجه كونستريكتور بيوبيلاري ماسل اللي هي عكس الاكشن بتاعها عكس الدايليتور بيوبيل، ديت بقى ايه بتضيق الحدقه بتاعه العين. والسيلاري ماسل دي برضو عضله جامعه موجوده في الاي، معرفش انتوا خدتوها ولا لا، لو ما سمعتوش عنها قبل كده هي جوه عينك بيبقى لها دور في الاكوموديشن للنير فيجن، يعني انت عشان تشوف الحاجه من قريب لازم ان انت بيحصل تغيرات في عينيك عشان تقدر اما تقرب الحاجه تشوفها، فالمصل بتاع الموضوع ده هي السيلاري مصل بيبقى رايح لها باراسمباثيك بس. كمان الجاستريك والبنكرياتيك جلاند، يعني الجلاند اللي موجوده في الاستومك وموجوده في البنكرياس رايح لها باراسمباثيك بس. وبرده اللاكريمال جلاند بتاعت الدموع والبرونكيال جلاند بتبقى موجوده في البرونكاي، الشعب الهوائيه بتطلع ميوكس كده بيعمل ليوبريكيشن وينعم لك الشعب الهوائيه والممرات الهوائيه دي، كل الجلاندز دي عموما بيروح لها باراسمباثيك بس. يبقى الباراسمباثيك حتى خليكم فاكرين الجلاندز كلها بيروح لها باراسمباثيك بس، جاستريك وبنكرياتيك ولاكريمال وبرونكيال واتنين سي اللي هما الكونستريكتور بيوبيلاري موسل والسيلاري موسل. يعني مثلا ده شكل هو موريك مثلا الدايليتيشن بتاع البيوبل سمباثيك البيوبيلاري دايليتور موسل والبيوبل كونستريكشن بالباراسمباثيك بالكونستريكتور بيوبيلي ماسل. موريك مثلا في الفنتركل لو تبصوا يا جماعه على فكره اللي هو البيربل كلر ده الاتريوم، هتلاقوا الاس اي نود مثلا رايح لها باراسمباثيك وسمباثيك، لكن الفنتركل الاحمر الكبير ده رايح له ايه سمباثيك فقط لا غير، ما بيروحلوش باراسمباثيك. الشكل اللي تحت ده للعين مبين لك السيلاري ماسل جوه العين،
عندي هنا برضو مبين لك الحاجات اللي في السكين اللي بيروح لها سمباثيك من السمباثيك تشين اللي هما البايلو اريكتور ماسل اللي هي جنب الهير والسويت جلاندز والبلاد فيزلز. اخر حاجه بقى ده شكل السوبرا لينا المظله، زي ما قلت لكم انها بيبقى لها كورتكس الجزء الخارجي قشره كده وجزء خارجي داخلي بنسميه الادرينا المظله، بيروح لها سمباثيك بس، وهي بعد كده بتطلع ابنفرين وبيروح بقى يعمل ايه تاثيره مثلا على البلاد فيزلز او كده، نفس تاثير تقريبا السمباثيك كده. يبقى احنا خدنا المود بتاع الاوتونوميك اكشن، وان شاء الله اشوفكم مره تانية باذن الله.